مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل الهداية سبيلا للمالكين وطمأنينة للعابدين وصلاحا للطائعين، والصلاة والسلام على المبعوث هدى للناس ورحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان هذا المقطع ديال خطبة ديال الجمعة ديال أحد الخطباء من أحد المساجد بالمملكة، كيهضر فيها على خطبة الجمعة اللي فاتت، على الخطب الموحدة اللي قررت أو اللي قرر المجلس العلمي بتوحيد الخطب. هذه خطبة جاءت لنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفيها مضمنها ابتداء من الآية الكريمة، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الآية. وكان هذا الخطيب الجمعة قد أعلن في خطبة الجمعة استنكاره لهذا القرار، واعتبر على أن دور الخطبة بعد هذا القرار ديال توحيد خطبة الجمعة بالمغرب ما بقى لهم حتى شي دور، وقال على أننا لم نعد نصلح لشيء. أن مصير الخطباء إلى المزبلة، وأننا لا فائدة فينا، نظرا لأن إذا بقيت الخطب تأتي إلينا كأننا عبارة عن دمية، عبارة عن رسوم متحركة لا نصلح لشيء. سي الخطيب اللي هو سي أحمد أجندوز، اللي هو خطيب بمسجد المنبر الكبير بطنجة، كانت الخطبة ديالو تبرطاجات على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه تقريبا هو الوحيد اللي خرج ذاك النهار بعد ما تم توحيد الخطب، واستنكر هذا القرار اللي تم اتخاذه، أي قرار توحيد خطبة الجمعة فوق المنبر ديال الجمعة الماضية 28 يونيو. وعدد كبير من الخطباء الذي بلغني عنهم أنهم لا يقبلون هذا بتاتا، كما لا تقبلونه أنتم أيها المصلون، كأننا عبارة عن لا شيء، لا نصلح لشيء، ولا نصلح للخطابة، ولا نصلح، ولا يمكننا أن نكون خطبة للمسلمين. بعد هذه الخطبة اللي قال، جاء تفاجأ سي أحمد أجندوز، باجته واحد القرار من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقرار توقيفه عن مهامه، أو على حسب الورقة اللي فيها انقضاء تكليف قيم ديني، واللي توصل بالنسخة دياله منه، ودار هذا المقطع الفيديو كيعبر فيه وكيعلن فيه القرار اللي اتخذته وزارة الأوقاف حقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطباء ديالنا حفظكم الله ورعاكم المرشدين المقيمين الدينيين، هو أخوكم أحمد أجندوز خطيب مسجد المنبر اللي خطب الخطبة يوم الجمعة الفائتة. قال لك سيدي يفصل لأنه زج بالخطبة في حساسية ضيقة. وقال الخطيب أحمد أجندوز في هذا المقطع الفيديو اللي صوره، وجهه للخطباء والقيمين الدينيين، قال أن داكشي اللي قالته الوزارة أنه زج بالخطبة في حسابات ضيقة، فإنه مستعد للإجابة عليه. هذا هو ما عرفناش، انا الخطوه ديالي راه مسجله عند الناس وراها موجوده في المواقع. اذا كان الخطوه ديالي انا زجيت بالخطوه في مسائل ضيقه، انا موجود نجاوب عليها. وقال هاد الناس عندهم جره قدم يفصلوا الخطيب مردفا، معلم انه ليست المندوبيه من عينتني في المنبر، لاني مشارط مع الجماعه وما أتقاضاه من المندوبية هو 400 درهم، فهل هذه أجرة الخطيب؟ هاد الناس عندهم بجرة قلم يفصلوا الخطيب، مع العلم أنني ماشي هما اللي عملوني، ماشي هاد المندوبية اللي عملتني أنا في المنبر، فاش ما تشرط المنبر الخطيب أنا شرطوني الجماعة، ومع العلم أن اللي كنت قاضاه من عند هاد المندوبية 400 درهم، واش هذه أجرة الخطيب؟ أجرة الفقيه؟ أجرة الخطيب؟ حتى تفصلوا بجرة قلم. كما أكد الخطيب أجندوز في هذا المقطع أيضا أنه كيحصل له الشرف أنه وقف وقفة خطيب حر طليق، وليس عبدا لأحد، وإنما وقف لله رب العالمين، وغدا يوم القيامة غادي يقف بين يدي الله تعالى هو والمندوب وكل من فصله. والله يحصل لي الشرف
أنني وقفت وقفة خطيب حر طليق، ولست عبدا لأحد، وإن كان كيف ما كان حاله، فإنما وقفت لله رب العالمين، وغدا يوم القيامة سأقف بين يدي الله عز وجل أنا والمندوب وكل من فصلني. وقال: يا رب، هذا اللي منعني أن أبلغ دينك، هذا الذي منعني أن أخطب وأن أبين الناس لمسلمين شريعتهم ودينهم. وفي الأخير ختم الكلام دياله بالقول: على هل بلغت، على هل بلغت، وليشهد التاريخ وتشهدوا أنتم. غدا يوم القيامة نقف بين يدي رب العزة وقل له: يا ربي، هذا الذي منعني أن أبلغ دينك، هذا الذي منعني أن أخطب وأن أبين للناس وللمسلمين شريعتهم ودينهم، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، فليشهد التاريخ وتشهدوا أنتم. يذكر كيف قلنا في الأول على أن خطبة الجمعة ديال الخطيب أجندوز لاقت انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الفيديو شي حد سجل أوديو تبارطاجات على نطاق واسع، حيث اعتمد نفس الخطبة الموحدة اللي كان الموضوع ديالها فضل الاستجابة، وضاف عليها إضافات قيمة من عنده بعد أن اعتبر في تقديم له توحيد الخطبة كيف قلنا إهانة للخطباء والعلماء في المغرب. للأسف الشديد هذا الموقف الشجاع ديال هذا الخطيب كلفه أنه تم عزله من مكانه، أن المنبر كمثل الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع تقول فيه كلمة الحق يتنزل في حالك، وهذا الشيء اللي دار هذا الخطيب، لأن كاين الناس بزاف اللي انتقدوا قضية توحيد الخطبة، وكل اللي قالك لا راه كاين شي خطاب كتخرج على المنهج فضروري على أنهم يوحدوها. فصراحة إلا كنتي غتوحد الخطبة فراك ما خليتي للخطيب أي دور، مجرد خطيب غيطلع يلقي الخطبة بلا ما يجتهد، يعني اش خليتي لذاك الدور ديال الخطيب اللي هو مهم، لأنه كيمثل كيف قلنا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كيهضروا كيطلعوا على الأمور ديال الناس، أمور اللي كتهم الناس في ذاك الأسبوع. فإلا كان حتى هذا المنبر ما غيبقى ليه حتى معنى فلا حول ولا قوة إلا بالله، الله يصوبه صافي، هادشي اللي نقدروا نقوله.